في كوفي بريك مع حنان عواد هنتكلم عن موضوعات مختلفة، وهنتقابل مع شخصيات ناجحة وخبراء في مختلف المجالات، نتعرف على قصص نجاحهم ونتعلم منهم ازاي نمكن انفسنا ونحفز قدراتنا الابداعية. وكمان هنستعرض سوا الكتب المهمة اللي اثرت البشرية. البرنامج ده ليك سواء كنت موظف او بتدور على وظيفة او بيزنس مان او بيزنس وومن او بتذاكر عشان امتحانات المعادلة او ربة منزل او ام. انا حنان عواد. The world is my canvas and success is my paint. تواصلوا معي ومع ضيوفي عن طريق الايميل hhawad@yahoo.com. في كوفي بريك مع حنان عواد هنتعلم من بعض وهنتعلم مع بعض. الحركة أو الرياضة exercise، القراءة reading، والكتابة writing. بالإضافة للست مكونات اللي اتكلم عنها هال، تعالوا نتكلم سوا عن نصائح عملية نقدر فعلا نعملها. أولا، اعرف ان صباحك بيبتدي من الليلة السابقة، بمعنى ان كل دقيقة بتقضيها في التجهيز لليوم التالي بتوفر علينا وقت وجهد وضغط عصبي في الصبح. يعني بدل ما نفاجأ ان مثلا مفيش قميص مكوي، او زرار القميص مقطوع، او ان القهوة او الشاي خلصوا، او نصحى متأخرين ما نقدرش نفطر، او نجهز سندوتشات للولاد. لما نجهز لصباحنا في الليلة السابقة مفيش مفاجآت مزعجة هتأثر علينا. وهنا لازم أؤكد أهمية إن إحنا ننال
نفضل أنفسنا عن الآخرين أو نبقى أنانيين، لا، أنا قصدي إننا نمنح أنفسنا 10 دقايق أو ربع ساعة في الصبح قبل ما ننشغل في المهام العادية بتاعت كل يوم. وهنا ممكن نرجع تاني لكتاب هال إيلورد The Morning Miracle، إنه في الدقايق اللي خصصها لنفسه كل يوم الصبح كان بيتأمل في صمت، بيردد الأفرميشنز بتاعته عشان يعيد برمجة نفسه وأفكاره وقناعاته عشان يزود ثقته بنفسه ويعمل حاجات تانية. أنا شخصياً مؤمنة جداً بالمقولة راقب أفكارك لأنها ستصبح كلماتك، وراقب كلماتك لأنها ستصبح أفعالك، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عاداتك، وراقب عاداتك لأنها ستصبح شخصيتك، وراقب شخصيتك لأنها ستصبح مصيرك وحياتك. أفكارنا كل يوم الصبح هي اللي بتحدد نجاحنا في اليوم ده، ونجاح كل يوم معناه النجاح المطلق. في الوقت اللي هنقتطعه لنفسنا كل يوم الصبح، ممكن جدا نتصور في خيالنا من خلال بروف عقلية ما يمكن أن يحدث خلال اليوم، ونرسم سيناريو للأحداث المهمة في اليوم ده. من سنوات اتعلمت أني أتخيل مسار اجتماع مهم مثلا في اليوم ده، أو برزنتيشن مهمة قبل ما أدخل الاجتماع أو أطلع على الستيج، وده بيخليني أكون مستعدة ومتهيئة نفسيا للحدث. يعني العشر دقايق أو الربع ساعة اللي هناخدهم لنفسنا فعلا فعلا ممكن هم اللي يحددوا مسار اليوم هيكون إزاي. النصيحة الثالثة، افطر فطار ملوك، اتغدى غدا أمراء، وتعشى عشا فقراء. المثل ده معروف لأغلبنا، ومع ذلك كتير مننا مش فاهمينه، وعشان كده مش بنولي وجبة الإفطار الأهمية القصوى. وأنا بجهز للحلقة دي عملت سيرفي صغير كده بين أصدقائي وزملائي ومعارفي، وسألتهم عن روتينهم الصباحي اليوم. 87% من الناس اللي أنا سألتهم قالوا لي إن ما عندهمش وقت الصبح لتناول الفطار. الفطار أو البريكفاست فعلياً هو كسر لصيام دام 8-10 أو 12 ساعة، ولما بنصحى الصبح بيكون مستوى الجلوكوز منخفض في الدم، وبالتالي مخنا بيكون فاقد لمصدر الطاقة الأساسي. عدم تناول الإفطار بيأثر على التركيز والانتباه، علشان كده في مؤسسات خيرية هنا في كندا زي Nutrition for Learning بتنظم فطار جماعي لطلبة المدارس، مدارس الابتدائي، كل يوم الصبح، لأن الأبحاث وجدت إن معظم أطفال المدارس اللي بيعانوا من مشاكل في التعلم بيروحوا المدرسة بدون تناول وجبة الإفطار. وفطار الملوك اللي بنقول عليه مش لازم يكون مليان مخبوزات وسكريات وحاجات كتير، لكن أهم حاجة إن يكون فيه قدر متوازن من العناصر الأساسية اللي بيحتاجها الجسم، ومش زي ما قال سمير غانم في مسرحية المتزوجون حمنا حمنا مين وإن اللي واكل فول بيبان عليه. لا، البروتين عنصر أساسي ولازم يكون متواجد في الفطار، سواء بقوليات أو بيض أو جبنة، كل واحد حسب المتاح. الخطوة الرابعة هي الكتابة والتخطيط. في الدقائق اللي هنخصصهم لنفسنا في الصبح ممكن نكتب فيهم أهم الحاجات اللي عاوزين نحققها أو المهام اللي لازم ننفذها في اليوم ده. ده هيوفر علينا حيرة وتوتر ملوش أي لازمة. البعض كمان بينصح إننا ممكن نكتب أفكارنا أو عبارات تحفيزية، وده شيء بيرجع لكل شخص على حدة. أنا شخصياً ما أقدرش إني أستقطع من وقتي الصبح أكتر من 5 دقايق أراجع فيها جدول يومي وأحدد أهم 3 حاجات عاوز أعملها في اليوم ده، وأتأكد إن مفيش مهام متعلقة بأسرتي بأولادي اللي لازم أخصص لها وقت. بابايا ربنا يديله الصحة والعافية كان دايماً شايل في جيبه نوتة صغيرة
وكل يوم يخصص له ورقة واحدة من النوتة. كل يوم الصبح قبل ما ينزل الشغل يكتب اللي عايز يعمله وتقريبا الوقت اللازم عشان يعمل الحاجة دي. طبعا دلوقتي احنا عندنا برامج ممكن ننزلها على السمارت فون بتساعدنا كتير وبتعفي ذاكرتنا من مشقة تذكر كل الأشياء وبتوفر علينا الإحراج اللي بنحس بيه لما بننسى حاجة مهمة. النقطة الخامسة اللي عايزة أتكلم عليها شيء مزعج ومتعب للبعض منا وهي ممارسة الرياضة. ولأن كافي بريك مع حنان عواد برنامج عملي مش برنامج تنظير وكلام عن حياة مثالية، خلونا نتكلم بواقعية عن موضوع ممارسة الرياضة في الصبح. طبعا الأمثل إننا نروح الجيم، يا سلام على النشاط، نلعب رياضة لمدة نص ساعة على الأقل، نرجع البيت نضهر النشاط والحيوية، ناخد دش جميل ونلبس هدومنا ونروح أشغلنا في منتهى السعادة. ده اللي كثير منا وأنا واحدة منكم حلم وردي جميل بس صعب تحقيقه. طيب إيه الحل؟ الحل إننا ندخل بعض الحركات والتمارين في روتيننا الصباحي بقدر كافي لضخ الدم في عروقنا وتوصيله لأهم عضو في جسمنا المخ. في بعض الدراسات بتقول وبتأكد إن كل اللي بنحتاجه الصبح، مش في اليوم كله، أنا بتكلم على الصبح، 7 دقايق بس من التمارين اللي أغلبها تمارين كارديو، يعني بتضخ الدم في الجسم. في برنامج على السمارت فون أنا بستخدمه وممكن تنزله بسهولة جدا، It's a free app، اسمه 7 minutes، والتمارين المتضمنة في الاب دي 7 دقايق تمارين سهلة ممكن تتعمل في البيت، مش محتاجة معدات ولا محتاجة أجهزة رياضية. أو النصيحة السادسة اللي عايزة أكلمكم عنها إن يكون في البيت منصة انطلاق زي منصة انطلاق الصواريخ بالضبط. يكون في البيت طاولة أو ترابيزة جنب الباب عليها مكان للمفاتيح، مكان للشنطة، مكان لأي حاجة بتحتاج إنك تاخدها معاك قبل ما تسيب البيت. شيء مزعج جدا لما نخرج من الباب ونكتشف إن إحنا نسينا المفاتيح مثلا، أو نسينا الموبايل، أو أحيانا نسيت اللابتوب أو ورق مهم. منصة الانطلاق دي ممكن نستخدمها في الليلة السابقة لتجهيز أي حاجة ممكن ننساها الصبح. يعني لو أم زي مثلا ممكن تعمل سندوتشات الولاد وتسيبهم على الترابيزة اللي هنعتبرها منصة الانطلاق الصباحية، أو لو في ورق مهم لازم تاخده معاك الصبح الشغل ممكن تجهزه من بالليل وتحطه على منصة الانطلاق دي. بكده مش هننسى الحاجات المهمة وهنوفر طبعا again الجهد والوقت، وهنرحم نفسنا من التوتر بتاع كل يوم الصبح. واخيرا احب اكد تاني ان عاداتنا اليوميه هي اللي بتصنع حياتنا وبتصنع نجاحنا، واحسن مهاره ممكن نتعلمها علشان نكون دايما من الناجحين هي اننا نخلق عادات مفيده هدفها تحقيق النتائج اللي عايزين نحققها. ايوه ممكن طبعا يكون لنا عادات سيئه زي عدم تناول وجبه الفطار مثلا او النوم لوقت متاخر، لكن باستبدال العادات دي بعادات أحسن وعمل روتين بيركز على النتائج اللي عاوزين نحققها هنقدر واحدة واحدة نغير حياتنا للأحسن. نيجي بقى لتغريدة النهاردة أو التويت بتاع النهاردة اللي ممكن تشاركوه على التويتر أو على الفيسبوك: صباحك نجاحك. استخدموا الهاشتاج كوفي بريك وذ حنان وقولوا لنا رأيكم في حلقة النهاردة، وإيه أكتر حاجة أكتر نصيحة استفدتوا منها وقررتوا تنفذوها بكرة الصبح.